مع هذول المصارعات مع هذول. اخوان شوف المنظر، شوف منظر القوارب. Like a sensei, Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles in the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, okay, acting no seat like I just tried. Ayy, shorty the school to my rock and I'm not talking about Jack Black. Ayy, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, it's all lie when I know the truth. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم فيديو جديد واليوم من مول ايكون سيام. ايكون سيام مع الاخ احمد، وتشوفوا شلون اجواء المول. وتحياتنا للاشخاص اللي اشتركوا بقناة الجدد، وان شاء الله نتمنى لكم جولة حلوة. وهذا المول روعة روعة صراحة، اللي يجي لتايلاند وما يزور هذا المول خسران، عمره خسارة. شوف اخوان، واريد رايكم اليوم بالتصوير، اكو رجفة جودة التصوير. ان شاء الله تطور شوي شوي، ان شاء الله ان شاء الله. بوجود ابو شهاب، والله وجود ابو شهاب، ابو شهاب ما يقصر عيونه. اخوان هذا المول روعة، راح تشوفون المناظر اللي فيه. هذا حتى اربع حلقات ما تكفي ولا تغطيه، لانه صراحة هذا ارادة يراد له ثلاثة أيام حتى تخلص. راح نروح نتوجه للجهة الثانية اللي هي جهة الشط. يا أخي هو هذا أعتبره مول ذهبي، يعني حتى القطار اللي يجيبك لهنا أنا يجيبك القطار الذهبي. يا سلام على أيام. ويا شباب إن شاء الله إحنا ما نقصر وياكم، وإن شاء الله المنظر روعة روعة. بين الأفراد. اي والله نقدر نخرج نشوف. القاعدة صدق 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 مكان روعة ولا أروع. يعني أنا بصراحة اليوم غير الحلقة، غير اليوم. روعة أخوان، شوفهم جوا جوا هذا المنظر. منظر القوارب، النافورات شو وقت تشتغل؟ اكو نافورات جوا مو؟ الساعة 7. الساعة 7 ممتاز. ما شاء الله ما شاء الله، شوف شلون منظر. الله الله الله. ابو شهاب هاي انت قاعدة. شوف اخوان منظر ولا اروع ولا اروع. وهذا هنا الصفحة طبعا. شوف البرج، برج بانكوك، هذا البرج اللي اكبر برج تقريبا بانكوك. شوف المكان شلون روعه، فاتمنى وانصح الناس تجي هنا. واخوان شوف الطابق الثاني، قسم الاحذيه والملابس، كله ماركه عالميه.
كل هذا الموجود هنا ماركة عالمية يا أخي. أنا اليوم بصراحة مسطور في هذا المكان، يعني ما شاء الله ولا أروع. هذه الطابق كلها معدات الرياضة، معدات الملابس الرياضية. ممتاز. ممتاز ممتاز. فكرة عن المكانات بانكوك اللي ما جايينها اخوان العرب، يعني ما يجون هالمكان. طبعا هالمكان هو مو بعيد كلش، تشنج من محطة السيام وتجي لهنا، مكان كلش سهل. واذا ما تريد تتعب نفسك بامور القطارات تقدر تجي بتاكسي، تاكسي او جراب، تاكسي او جراب يجيبك لهنا، موضوع سهل. الموقع حطه في صندوق الوصف، الموقع راح اخليه في صندوق الوصف وكلش سهل. شوف ما شاء الله، شوف الطابق هذا، اجواء حلوه كلش حلوه الاجواء. هذا يراد له حتى 10 حلقات ما يخلص، هذا ما نقدر نوصل لهم. لسه هسه في تحت المكان. اي شوف 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 شلون مكان. فرع مركز أفضل، مركز أفضل أول فرع هذا. محل الساعة. ممتاز ممتاز. سعودي كاب، والله ملتزمين. شوف الالتزام، ينطونا انكهو. مو مبين وين احنا نروح. وين؟ احنا نشوف المفاجأة. شوف المفاجأة اخوان. شوفوا اخوان، شوفوا هاي المفاجأة. يطلعكم على موقع وعلى مطل اكثر من رائع. اي والله. شفتكم هذا المكان. ما شاء الله. والله وشهاب انك مبدع، مبدع بصراحة. مبدع في ايجاد الاماكن الخلابة. نفتح الحديقة الجميلة. هو لكم ما شاء الله الناس تصور هنا. الله ولا اروع يا اخي، ولا اروع. مكان جميل جدا صراحة وشاب، مكان كلش كلش جميل. طبعا المنظر شلون، منظر حلو كلش. الله ننزل. هي ننزل نروح اخوان. شوف شوفوا هذا المحل، الفرع الاول بانكوك شركة ابل. شوفوا المول عبارة عن قارب، لان هو موقع على النهر، فصاير عبارة عن قارب. من تدخل جوا كأنما سفينة عملاقة. ما شاء الله أبل مبدعين. أخوان شوف المنظر، شوف منظر القوارب. الله والله روعة روعة. ولا هنا لا تفوتون هذا المكان، تجون هنا والجاية سهلة على الشاطئ وعلى اماكن حلوة هاي. واخونا ابو شاب ما قصر والله، هو اللي دلاني في هذا المكان بصراحة. انا كنت بس صورة، يا ابو هاي الصورة وين ابو شاب؟ قال تعال. يا ننزل جوا هسه، يا ننزل تحت شوفهم الاجواء. ما شاء الله شوف ابو شاب، شوف التقدم البناء بانكوك. ما لا ما يعرفوا، لانه صدقني اني اكثر من سنتين اني ما اندل هاي المكانات. هنا انا عايش بتايلند اكثر من سنتين، بعدين ورا سنتين يلا قمت اندل هيك مكانات وعرفت هيك مكانات. ما
واحنا نازعين الماس. شوفوا من النافورات بعد شويه اللي تشتغل. هاي النافورات جوا. لحظه اخوان، لحظه يا اخوان، لحظه. ما شاء الله. وهذا اخونا ابو شهاب اليوم يسلم عليكم. قناه رحلات احمد. قناه رحلات احمد. هذا فندق شيراتون. فندق شيراتون هذا ابو شهاب؟ حلو. هذا فندق شيراتون وهذا فندق هيلتون. هذا فندق شيراتون وهذا فندق هيلتون. هيلتون، هذا فندق هيلتون. واللي انتم شايفينها فوق هذه مطعم دوار. مطعم دوار صحيح. مطعم يلف. وخاصة بالليل يعني قاعدة حلوة. قاعدة حلوة. هذه كوندومينيوم. هذا اخوان كوندومينيوم. فخم فخم على فخم فخم فخم. شوف اخوان. فخم جدا. عبارة عن 2 ابراج. شوف شلون موسيقى منظمين المكان، كلش روعة. في قوارب عشاء مفتوح نجي اخر الليل. قوارب عشاء، واكو بالنسبة لهذا المول اكو قارب فري يجيب من محطة البي تي اس لهنا. هذا المول، واجهة المول. شوف المنظر جوه. نصيحتي تجون لهذا المكان. ما شاء الله والله بوجود ابو شهاب دلاني بي بصراحه انا دزيت له، مجرد دزيت لابو شهاب بس صوره المكان قال لي هذا مسوي 3 حلقات علي. قلت له لعد خل نروح علي ونصور. اي والله اخوان بكل الدول العربيه ان شاء الله يجون هنا ويستانسون. يا رب ان شاء الله تروح الكورونا من حياتنا. شوف اخوان، شوف الاجواء. هذا الطابق فيها مطاعم وكوفيهات بس كله راقي، كله هاي كلاس. شوف شلون المكان. صراحة المكان ولا أروع. هاي المطاعم. نشوف تحت، يلا نروح أبو شهاب تحت عادي. مكانات كلها نشوفها للأخوان المشاهدين. الله يعطيكم بالأجواء اليوم أبو شهاب. أجواء خيالية كمان، وإحنا على المساحة الخارجية. والله أبو شهاب ويانا اليوم الأخ قناته رحلات أحمد، راح أخليه طبعا قناته في صندوق الوصف اليوم. شعورك؟ والله شعوري غير. أقول لك أنا أكثر من 2 سنين هنا يا أخوان بانكوك، ما عنده لهذا المكان بصراحة ولا جاي له، وصار لي 5 سنوات اليوم يلا جيت لهذا المكان. سابقا أنا كنت أشوف بس تصوير. وراح تشوفون الاجواء مالته، وراح تشوفون هذاك اخونا ابو شهاب وهاي الاجواء. شوف اخوان شلون اجو مكان ولا اروع. لاحظ المناظر. هاي
شركة أبل. المقر الرئيسي في بانكوك. سوق الماي. سوق الماي. سوق قائم تحت. شوف شوف اخوان هذا التراث مالهم مسوينه هنا، شوف المصاعد، هاي التراث القديم يا اخوان، محافظين على التراث القديم لان هذا المول هنا على الشاطئ. شوف 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 المصاعد، المصاعد كلها ذهبي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله. شوف اخوان، شوف هاي النافورات بوجهية هذا المول. طبعا هاي عندي حلقات، ثلاث حلقات عن هذا المول. اليوم راح انزلكم الجزء الاول بس، مجرد داير مداير المول وداخله. شوفوا بداخله، شوف النافورات هاي يا اخوان، هنا قوة المول. ابو شاب خلينا نشوفهم القارب. القارب هذا بالجائزة. ها؟ فازوا بجائزة الاسيا باسيفيك حق الشوبينج سنتر. اها شوبينج سنتر، فازوا بجائزة ثلاث جوائز فازوا فيها، لانه هذا من الديزاين وعلى الترتيب مال المول وعلى الموجود. شوكو موجود هنا، هنروح على القارب تابع على اسم المول. شوفوا اخوان، هذا القارب يوصلك مجانا المحطة البي تي اس. شوفوا اجواء الغروب. هنا انتهى الفيديو لهذا اليوم، أنا وأخوكم أبو شاب جولة حول هذا المول العملاق الذهبي. صراحة هذا أنا راح أسوي عليه ثلاث حلقات، الحلقة الأولى هي اليوم راح تنزل، والحلقات المقبلة إن شاء الله أنا أجي هنا وأصور، ويستحق الجاية بصراحة. شو تقول أبو شاب كلمة؟ في حاجات هواية تحت، في سوق سيام مكتوب، سوق سيام يعتبر سوق عائم، سوق عائم تحت، سوق عائم التقليدي. نعم. أه. فيها وجبات واكلات تحت اسلاميه، وفيها وجبات يعني لازم مرات دا جايه. ممتاز. ايش تنصح المشاهدين؟ والله انصح المشاهدين انهم يروحوا يفتكوا من نانا، يروحوا يعني يشوفوا اماكن ثانيه، اماكن كثيره هوايه حلوه. صحيح صحيح والله اخوان، عوفوا نانا خلوها بس 10% سفراتكم النانا. نصيحتي تعالوا لهاي المكانات وان شاء الله تستمتعون يا حبايب، ونشوفكم بخير. وراح اخلي رابط قناة اخوي رحلات احمد في الديسكريبشن تحت صندوق الوصف.
وان شاء الله القادم افضل، ونقدم لكم شنو اللي تريدوا، احنا حاضرين. كل تالنت ان شاء الله بنشوفكم. تحياتي. حاضرين. مع السلامة.